أين الأساتذة أستاذ؟ تعليم الثانوي التأهيلي بمراكش. أولا تحية لكل من حضر وساهم في إنجاح هذه الأشكال النضالية. نحن اليوم هنا ندافع عن كرامة الأستاذ المغربي ردا على البنود التخريبية التي جاء بها النظام الأساسي الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية. وزارة التربية الوطنية اليوم لا نية لها في حلحلة هذه الملفات. وزارة التربية الوطنية تماطل وتشوف، ونحن نقول من هذا المنبر لن نتوانى، لن نتراجع، لن نعود أدراجنا إلا بعد حلحلة ملفاتنا والاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات. وتحية لكم وتحية للصحافة المواكبة لهذه الأشكال النضالية، وتحية للجميع. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.